الشيطان يتفضل الوقوع بطولة المحافظ في زحمة الشيطان عن الموقع. لا يهمك حد شافك. ساعدها بسحب الحبل. يلا اخوان. مبروك يا ابو الايمن. بنكرم كباقي المحافظات، يعني هناك في سلسلة من التكريمات لمناظرينا المعتقلين القدامى جدا. فاليوم احنا حظينا بالشرف من التكريم بافتتاح هذه الساحة بتكريم المناظر الكبير ماهر يونس. وهذا ثمرة مجهود طويل منذ أكثر من 6 شهور ونحن نعمل من أجل هذه اللحظات. المحافظة والبلدية وعائلة آل يونس رتبنا هذه الأمور منذ فترة طويلة وتم الإنجاز في هذا اليوم. هو يوم جميل جدا يعكس وفاء هذه المحافظة اتجاه هذه القضية المركزية ويعكس مدى التواصل ما بيننا وبين أهلنا في فلسطين التاريخية. اليوم ماهر بيمثل واحد من عناصر كثيرة مأسورة وراء القضبان، والساحة هذه ما هي لماهر لحاله، هي للجميع أسرى، لجميع الأسرى، لأنهم كلهم ماهر بالنسبة لي، كلهم إخواني وكلهم، لأنه يعني المأساة كاملة للشعب كاملة. وبالنسبة لأهالي طول كرم أنا بحييهم، أنا بعتبر نفسي أني أنا صحيح من الداخل لكن أنا شعروية. اليوم إحنا يصادف ذكرى يوم الأسير الفلسطيني ونحن في هذا التجمع استذكاراً للأسير ماهر يونس وكريم يونس، أقدم الأسرى الموجودين في داخل سجون الاحتلال. عقود مرت على وجودهم داخل السجون يتذوقون الألم والأمل بنفس الوقت أن يكون هناك فرجاً قريباً لكافة أسرانا. هم يعلمون ويعطون دروساً بالصمود والثبات. رسالتنا لماهر يونس طبعاً. أنت يا ماهر يعني رمزاً لقضية الأسرى بكل معاني الكلمة، رمزاً من رموز القضية الفلسطينية، رمزاً من وجود القضية على دائماً على طاولة المحافل الدولية.